بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتجول في مجتمع مايكروسوفت للمعلمين. وصلنا للجزء الثامن من شروحات المجتمع، ولسه لازلنا في جزئية البرامج الخاصة بالمعلمين. من ضمن البرامج الخاصة بالمعلمين هي برنامج سكايب ماستر تيتشر، ولو ضغطنا هنا على ليرن مور فالجزئية دي بيعرفني نبذة عن سكايب ان ذا كلاس روم. طبعا ايه هو سكايب؟ سكايب عبارة عن تطبيق من ضمن تطبيقات اوفيس 365، ومن خلاله بتقدر تعمل لقاءات وتعمل اجتماعات عبر العالم. بيعرفني في الجزئية دي ان السكايب ان ذا كلاس روم هو عبارة عن مجتمع عن طريق الانترنت بيمكن الاف من المعلمين لالهام الجيل القادم عبر العالم، وده من خلال نقل خبراتهم ونقل التعلم عبر ومن خلال الكوميونتي ده. بتلاقي عندي دروس سكايب، وعندي الرحلات الميدانية، وكمان عندي سكايب الغامض، وعندي الجست سبيكرز. ودي البرامج اللي نوهنا عنها في جزئية سابقة. علشان نعرف المزيد عنها ممكن نضغط على الجزئية دي. في الجزئية دي مديني 5 طرق علشان يقدر يتواصل بيها فصلك حول العالم. الطريقة الأولى اللي هي الرحلات الميدانية. جزئية الرحلات الميدانية أو إيه هي الرحلات الميدانية؟ بتكون داخل الفصل بتاعك وعايز تعلم طلابك شيء معين، مثلا كيفية صناعة الصابون. فبدل ما تاخد طلابك في رحلة وتروحوا لمصنع الصابون ده، هو بتكون داخل فصلك وبتطلب من مهندس معين داخل المصنع ان هو يتجول بيك في المصنع وبيصور لك كل الاجزاء دي هيا. فبكده انت بتنقل المصنع لطلابك داخل الفصل، وطبعا طلابك بيقدروا يسألوا العمال ويتفاعلوا معاهم وكأنهم موجودين داخل المصنع بالضبط. في الجزئية دي مديني رحلات ميدانية تقدر ان انت تتعلم منها. الشيء الثاني اللي هو السكايب ليسونز، وبنفس الطريقة هنضغط عليها. بتتفتح لنا الصفحة الخاصة بالسكايب ليسونز، وبرضو زيها زي الصفحات التانية. عندي هنا فيديو بيورينا معلم عامل درس معين عن طريق سكايب وبيوري للفصل الثاني. طبعا ممكن يكون بينه وبين الفصل الثاني ده أميال طويلة، يعني ممكن يكون مثلا المعلم في أمريكا والطلاب اللي بيعرض عليهم الدرس دول موجودين مثلا في مصر. ولو نزلنا لتحت شوية هنشوف نماذج من الدروس نقدر نتعلم منها. الشيء الثالث التعاون عن طريق سكايب، بنفس الطريقة برضو هنضغط عليها يودينا للصفحة الخاصة بالموضوع ده. الشيء الرابع المستر سكايب، ودي برضو شرحناها قبل كده وقلنا ان هي لعبة سكايب الغامض دي، وفيها بيتم اللعب بين فصلين مختلفين، قد يكونوا يعني في داخل الدولة او قد يكونوا خارج الدولة بتاعتك. الفصلين ده لهم بيكون مقسمين المهام بينهم ما بين بعضهم، و هيتكلموا عن موضوع معين. فصل من الفصول بيطرح الموضوع، يعني مثلا هيتكلم في الفقرة دي هي عن مكان معين، مكان جغرافي. فالفصل بيحتفظ بالسر بتاعه اللي هو اسم المكان ده هو، والفصل الثاني ما بيكونش عارف ايه هو المكان ده. بيبدأ الفصل الثاني يعمل مجموعة من الأسئلة، وبيكون دور المعلم ان هو بينظم الفصل بتاعه لمجموعات وبيديهم مهام معينة بيقوموا بيها من خلال جمع الأسئلة ووضع الأسئلة
وبالنسبة للفصل الأول بيكون فيه طبعا جمع المعلومات عن المكان اللي هيتكلموا عنه وهكذا. بعد كده الفصل الثاني بيبدأ يطرح مجموعة من الأسئلة بيجيب عليها الفصل الأول، ومن خلال الإجابة بيقدر الفصل الثاني يعرف اسم المكان ده هو. وزي ما قلنا في شروحات قبل كده ان الجزئية دي هي مفيدة جدا في تعليم اكثر من مادة ممكن اتعلم من خلالها عن الاماكن الجغرافية، عن الحيوانات، عن النباتات، عن الفيموس بيبول اللي هي الاشخاص المشهورين وهكذا. وطبعا بتكون لعبة مسلية جدا للطلاب وبتنمي اكثر من مهارة، منها طبعا او اهمها مهارة التعاون والتفكير الناقد. الجزء الاخير ده اللي هو المتحدث الضيف، وده هو عبارة عن شخص بيكون واضع على الصفحة بتاعت سكايب بتاعه انه هو مستعد يكون متحدث ضيف. وزي ما شفنا برضو في جزئية سابقة اني على الصفحة بتاعت الشخص بيكون كاتب لنا نبذة عن نفسه او الموضوعات اللي بيقدر يتحدث فيها. فانا من خلال الاديوكيتور كوميونيتي عايزة مثلا مهندس يكلمني عن صناعة السيارات، فابحث مين اللي كاتب الجزئية دي او اللي يقدر يشرح لي عن الجزئية دي، وبتواصل معاه عن طريق الاديوكيتور كوميونيتي، فبتتبعت له رسالة على الايميل الخاص بي ان انا محتاجة يحدثني عن الموضوع المعين في تاريخ معين. فهو بيبعت لي رسالة بالقبول او بالرفض او بمحاولة تنسيق الموعد، وكل ده برضو بيتم عن طريق الاديوكيتور كوميونيتي او مجتمع مايكروسوفت للمعلمين. وفي اليوم المحدد ليا بكون مجهزة طلابي، وعن طريق تطبيق سكاي فور بيزنس بنتواصل مع الشخص ده اللي بيحدثنا عن الموضوع اللي تم الاتفاق عليه. وطبعا تلاميذي بيقدروا انهم يسألوا الاسئلة اللي بتدور في دماغهم وهو بيرد عليهم. بنرجع للصفحة لسكايب ماستر تيتشر بروجرام، وبنشوف الجزئية الثانية اللي بيسألني فيها ما هو دور لسكايب ماستر تيتشر. وبيقول لي هنا ان السكايب ماستر تيتشر ده هو عبارة عن المعلم اللي بيجعل استخدام سكايب جزء من المنهج بتاعه، وبيتعاون مع الفصول الاخرى حول العالم. وطبعا بالضغط هنا بيعرفني المزيد عن الكلام ده. هنا بيكلمني عن السكايب ماستر تيتشر بروجرام البرنامج نفسه، وبيقول لي ان البرنامج ده بيقدم مجموعة من الفرص للمعلمين. ما هي الفرص اللي بيقدمها البرنامج؟ بيقول لي ان اول شيء بيكون في تعاون مع المعلمين حول العالم. الشيء الثاني مشاركة حبك للعلم مع زميلك وصانع السياسة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. الشيء الثالث اللي هو تقديم سكايب في الفصل وشرح طريقة تطبيقه في الأحداث والتدريبات والمؤتمرات العالمية. الشيء الرابع مشاركة وتقديم أنشطة سكايب الخاصة بك في الويبينارز. زي ما شفنا في الجزء السابق اللي هو الجزء السابع من شرح المجتمع، ازاي اكون معلم مايكروسوفت المبدع الخبير وازاي اعمل السيلف نومينيشن. بنفس الطريقة هنعمل سيلف نومينيشن وبنفس الخطوات، بس المرة دي مش هنختار MIEE، هنختار السكايب ماستر تيتشر، وهنفتح السيلف نومينيشن وهنملأ البيانات وهنكمل الأجزاء المطلوبة مننا. كان ممكن نعيد الجزء ده عملي معاكم مرة تانية، بس للأسف بيقول لي هنا ان السيلف نومينيشن تم إغلاقه، ان هو ان شاء الله هيفتح في شهر يونيو. فانتظروا لما يفتح السيلف نومينيشن وشوفوا الجزء السابق بتاع ازاي اصبح معلم مايكروسوفت المبدع الخبير، وبنفس الخطوات اعملوا السيلف نومينيشن عشان تكون سكايب ماستر تيتشر. وبيقول لي هنا هو علشان اكون سكايب ماستر تيتشر لازم اعمل سوي.
اللي ما يعرفش يعني ايه تطبيق سواي، تطبيق سواي هو احد تطبيقات اوفيس 365، ومن خلال التطبيق ده بقدر اعمل عروض تشبه الى حد ما عروض الباوربوينت، بس بتكون طبعا بطريقه اسهل وبامكانيات اعلى. اللي ما يعرفش حاجة عن تطبيق سوي وعايز يتعلم المزيد عن التطبيق، هضع لكم روابط لشرح تطبيق سوي كنا شرحناها في المرات السابقة. بيقول لي هنا ان سوي ده اللي انا هعمله هيكون بيحتوي على ايه. دي الاجزاء اللي بيحتوي عليها السوي اللي هعمله. طبعا اول شيء بيقول لي هل انت معلم مايكروسوفت المبدع الخبير، او هل قدمت علشان تحصل على اللقب؟ ده اول سؤال لازم تجاوب عليه. السؤال الثاني، ليه بتعتبر نفسك سكايب ماستر تيتشر؟ والثالث، حدثنا عن الطريقة التي استخدمت بها سكايب داخل الفصل. والرابع، صف كيف اثرت انشطة سكايب داخل الفصل على طلابك وعلى مدرستك وعلى مجتمعك. والخامس، اذا كنت عملت انشطة تعليمية خاصة بسكايب على هذا الموقع، عايزك تضيف وتصف هذه الأنشطة، وكمان لو في روابط للنشاط ده تقدر ان انت تضعه داخل السوي. بكده نكون خلصنا الجزئية الخاصة ببرنامج سكايب ماستر تيتشر. ان شاء الله في الجزء التاسع هنكمل جزئية البروجرامز، بس هناخد البرامج الخاصة بأدوات القائد المدرسي. فانتظرونا.